يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر، هي المنجية من عذاب القبر. يقول كيف تكون كذلك وقد ورد في حديث آخر أن في القبر ضمة، أن في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. غير الضمة، غير العذاب، غير عذاب القبر. الضمة هي أول ما يدفن الإنسان، أول ما يدفن الإنسان فإنه يضم في القبر، أما العذاب هذا بعدها والعياذ بالله. نعم.